أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم أيها الأحبة في بداية هذا اللقاء الإيماني، أفلا تذكرون. كم من آية من حولنا نغفل عنها للأسف. الله تبارك وتعالى يقول: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. آيات الله أيها الأحبة كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا، وهذا من رحمة الله الذي قال في كتابه الكريم: وما قدروا الله حق قدره. بالفعل نحن قصرنا كثيرا تجاه هذا الخالق العظيم. النعم التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها ولا نتذكره ولا نشكره، بل تأخذنا الدنيا بشهواتها بزينتها ننجرف وراءها. والله أيها الأحبة، إن الموت قريب من أحدنا جدا جدا. لذلك أيها الأحبة، أحببت من خلال هذا البرنامج العلمي الإيماني أن نعيش في كل لقاء مع آية من آيات الله تبارك وتعالى تتجلى في هذا الكون من حولنا، فهو القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذا الإله العظيم غفور لنا على الرغم من جحودنا ونسياننا وعدم تقديرنا لله عز وجل، غفور لنا على الرغم من أننا نتمتع بنعم الله ثم نعصي هذا الإله العظيم. إن الله لغفور رحيم. أيها الأحبة، شبهات كثيرة يثيرها أعداء هذا الدين الحنيف ليقولوا لك إن الإسلام لا يصلح لكل زمن ومكان. والحقيقة القرآن لم يغفل أي ظاهرة تهمنا لا في الماضي ولا اليوم ولا في المستقبل. اليوم أحببت أن نتحدث عن موضوع مهم جدا، الثقافة الجنسية بين العلم والإيمان. الغرب اليوم يدعي أنه اخترع ما يسمى بالثقافة الجنسية، ولكن للأسف وضع ثقافة مدمرة أنتجت الزنا والفواحش والشذوذ، و نتج بنتيجة ذلك الأمراض التي تغزو العالم اليوم، والتي عافانا الله منها ببركة إيماننا وبسبب التزامنا بتعاليم هذا الدين الحنيف. السؤال أيها الأحبة، هل هناك حقا ثقافة جنسية وبخاصة للأطفال؟ هل أغفل القرآن هذا الموضوع المهم؟ هل أهمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موضوع التربية الجنسية؟ دعونا نجيب عن هذه الأسئلة، ولكن ينبغي أن نتأمل أن هناك عنفا جنسيا مدمرا في الغرب. وهذه آية من آيات الله أيها الأحبة. التأمل لا يقتصر على المخلوقات في السماء أو في الأرض أبدا. نحن عندما نرى الأمراض تغزو العالم اليوم،
الذي لا يلتزم بتعاليم الخالق عز وجل، فهذه آية من آيات الله، النبي أنبأ عنها والقرآن تحدث عنها. بعد تزايد عدد حالات الاغتصاب وتكرار حوادث العنف الجنسي في الدول الغربية، وبعد ازدياد حالات زنا المحارم وبشكل مرعب لدرجة أنك لا تكاد تجد فتاة في الدول الغربية لم تتعرض لتحرش جنسي أو للاغتصاب أو عنف على أقل تقدير. وبالتالي أيها الأحبة، علماء النفس هناك يطالبون بإدخال مقرر الثقافة الجنسية لأطفال المدارس لزيادة الوعي بمخاطر انتشار الزنا والتحذير من العواقب الوخيمة المتمثلة في انتشار الأمراض الجنسية المعدية والفيروسات القاتلة وبشكل مرعب. من هنا أيها الأحبة، نجد أن بعض الباحثين المسلمين أحبوا أن يقلدوا الغرب ونسوا أن قرآننا ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا القواعد الصحيحة والمباشرة والتي تحرص على الشاب والفتاة وعلى سلامة كل منهما. أفضل مقرر للثقافة الجنسية نجده في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. تأملوا أيها الأحبة، الأطفال منذ نعومة أظفارهم في البلاد الإسلامية، طبعا هكذا يفترض أنهم ينشأون على تعاليم القرآن وأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. طبعا من المفترض أن يكبر هذا الطفل المسلم وقد نشأ على الاستماع للقرآن حتى يكون مألوفا بالنسبة لهم. لذلك تنمو الثقافة الجنسية لدى الطفل المسلم من دون أن يشعر بذلك، بل إنه يميز بين الحلال والحرام، يميز بين مخاطر الفاحشة والشذوذ الجنسي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الطفل ينشأ على هذه الآية، ينشأ على أنه يتوضأ 5 مرات كل يوم، ينشأ على حب الطهارة أيها الأحبة. هذه هي الثقافة التي ينبغي أن نغذي بها هؤلاء الأطفال. لذلك نجد أن نسبة الشذوذ الجنسي في البلاد الإسلامية هي الأقل، نسب الانتحار هي الأقل، نسب الإصابة بأمراض قاتلة مثل الإيدز الذي يغزو الشاذين والمثليين والمرتكبي الفواحش أيضا في البلدان الإسلامية النسب هي الأقل بفعل التعاليم القوية للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. بينما في الدول الغربية أيها الأحبة، تقوم المناهج على الإلحاد. الإنسان عبارة عن مجرد حيوان نشأ بالمصادفة على كوكب الأرض وتطور عن قرد أو شبيه بالقرد، وبالتالي ليس هناك حلال أو حرام، ليس هناك هدف، ليس هناك بعث، ليس هناك خالق، فليس لديهم قواعد، وبالتالي زنا المحارم محلل لديهم، ممارسة كل أنواع الفواحش هي شيء غير ممنوع بالنسبة لهم، ليس هناك ضرر. ولكن المشكلة أن هذه الأمراض بدأت تغزو حتى الأطفال، سبحان الله. التحذير من الزنا أيها الأحبة لا يؤدي لتفادي الأمراض الجنسية، يجب أن ينشأ الطفل على ثقافة الحلال والحرام. مثال على ذلك، كل الأبحاث والتحذيرات الغربية فشلت في منع الناس من ارتكاب الزنا أو الفاحشة أو الشذوذ. لماذا؟ لأنه لا يوجد عقوبة في الآخرة لديهم، لا يوجد حساب وعقاب، وبالتالي الإنسان ينجرف وراء شهواته ويغامر، وبالتالي الدول غير الإسلامية واقعها مرعب اليوم أيها الأحبة. ونحن بفضل الله بسبب
وجود هذا الإسلام وبسبب يعني حبنا لهذه التعاليم نشأنا على فكرة الحلال والحرام، وهذه فكرة لا يقدرها إلا من غاب عنها، إلا من فقدها. أيها الأحبة، نعمة الطهارة التي نشأنا عليها هذه نعمة يفقدها الغرب اليوم، فتجد أن نسب الانتحار عالية، ليس لديهم هدف. مثال: مقررات الثقافة الجنسية في الدول العلمانية أو الإلحادية تعتمد على تعريف الأطفال بالأعضاء الجنسية وتشجيعهم على الحديث في مسائل الجنس والمتعة وكذا وكذا، ومواضيع الاغتصاب أو الحمل، تشجيع الأطفال على الإبلاغ عن مثلا أي تعرض لعنف جنسي، يعني أنت تهيئه أن هناك احتمال أن تتعرض لهذا العنف، فيصبح متقبلا لهذه الفكرة، حتى يصبح هذا الطفل مهيئا لتقبل فكرة الزنا أو الشذوذ الجنسي، بشرط ألا يعني يحدث أي ضرر مادي أو معنوي. في هذه المقررات التي يدرسونها في الغرب للأطفال نجد أن الشذوذ الجنسي هو فاحشة كبيرة، يسمونها مثلية جنسية ويعتبرونها أمرا طبيعيا، تدرس على أنها خيار للإنسان. تصوروا يعني أنت يمكن أن تختار هذا الطريق أو هذا الطريق، وهذا الشيء خطير جدا أيها الأحبة. فالإنسان لديهم حر أن يكون مختلف الجنس أو مثلي الجنس، حرية شخصية، وبالتالي يشجعون الأطفال الصغار على تقبل الفاحشة. نجد أن أكبر نسبة للمثليين الشاذين في الدول هي في الدول الأكثر تطورا والتي تدرس هذه المناهج. تصوروا في السويد وفي أمريكا وفي فرنسا وهولندا إلى آخره. طبعا التربية الجنسية لديهم أيها الأحبة هي أبعد ما يكون عن التربية، هي كسر لحواجز الحياء بالنسبة لهؤلاء الأطفال، وبالتالي ينشأون على يعني أن الزنا شيء مألوف. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء من الإيمان. لذلك أول خطوة يقومون بها في هذه المناهج في الغرب أو غير الدول الإسلامية، يحاولون إثارة الغرائز لدى الطفل وجعل العمل الجنسي شيء مألوف، وهذا ما ينعكس سلبيا عليه، ليجد أن الزنا أصبح شيء اعتيادي وطبيعي، حتى أنه لا يعد يستمتع حتى بالزنا. لذلك تجد حالات الطلاق كبيرة جدا، تجد زنا المحارم كبير جدا، تجد أيضا أن الأطفال الذين يولدون من سفاح من زنا نسبة كبيرة جدا، تصل إلى 40-60% في الدول المتطورة مثل السويد وغيرها. تصوروا يعني نصف المجتمع لديهم أولاد زنا أو أولاد حرام. طبعا أيها الأحبة، الحقيقة خذوا هذه الإحصائية، حسب وزارة العدل الأمريكية فإن 300,000 امرأة تغتصب كل عام في أمريكا، 300,000 امرأة تغتصب كل عام في أمريكا. تصوروا، مع العلم أن 54% من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، يعني أكثر من نصف الحالات لا يبلغون عنها. إذن النسبة أكبر من 300,000 بكثير، هذا كل عام. تصوروا احتمال اغتصاب أي امرأة في أمريكا بشكل عشوائي أكثر من 20%. الإحصائيات ارجعوا إلى النشرات التي تصدرها سنويا وزارة العدل الأمريكية. أي فتاة تدخل الجامعة حسب وزارة العدل الأمريكية احتمال أن يتم اغتصابها من 20-25%. ربع الطالبات يتعرضن. طيب لماذا؟ هل هذه هي الثقافة الجنسية
التي تريدون أن نحمي بها الأطفال؟ يعني هل هذا منطق علمي؟ أنا لا أتصور ذلك. أرقام والله أيها الأحبة مرعبة جدا. يعني تصوروا معي بلدا هو الأكثر تطورا، الولايات المتحدة الأمريكية، كل دقيقتين هناك جريمة اغتصاب في مكان ما، كل دقيقتين. هذه النسبة تؤكد فشل تعاليم الإلحاد والعلمانية في حماية المجتمع من هذه الظاهرة المدمرة. القرآن الكريم بآيتين فقط، أمرين، حل المشكلة من جذورها. الآية الأولى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يعني من جذور المشكلة غض البصر، أنت مجرد أن اتبعت هذا السبيل غض البصر أنت قطعت المشكلة من جذورها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هناك كاميرا إلهية تراقبك في كل لحظة ماذا تفعل. أيها الأحبة، القرآن يضعك في مجال مراقبة الله لك، تجد نفسك مراقبا من الخالق، تشعر بمراقبة الله لك، وبالتالي أي معصية حتى لو أخطأت وارتكبت هذه المعصية تجد نفسك تعود مباشرة كما قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هل يعني أدركتم معي قوة تأثير ذكر الله على الإنسان؟ لماذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ هذا الذكر أيها الأحبة ليس مجرد أن تقول مثلا لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله أو الله الله الله، ليس مجرد كلمات. هذه الثقافة ومنهج حياة وحماية لك. أنت عندما تذكر الله كثيرا ما الذي يحدث في دماغك؟ تتذكر مراقبة الله بشكل دائم لك، تتذكر قدرة الله عز وجل عليك، فلا تستطيع أن تعصي الله بعد ذلك، لا تستطيع أن يعني تنحرف عن المنهاج الذي رسمه لك الإسلام. وبالتالي ذكر الله هو حماية لك من الفواحش. تصوروا أيها الأحبة، ذكر الله سبحانه وتعالى هو حماية لك لأولادك لبيتك حتى من الأمراض، لأنك عندما تذكر الله تتجنب الكثير من هذه المنزلقات التي نعيشها اليوم للأسف في هذا العصر المظلم. لذلك أول شيء عندما الإنسان تزل قدمه أو يخطئ أو يرتكب أي فاحشة أو أي أمر، ما الذي يميز هذا الإنسان كثير الذكر لله؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن أيها الأحبة، جزاء هؤلاء المغفرة وجنات عرضها السماوات والأرض ومغفرة من ربهم. المهم أيها الأحبة، إذن الآية الأولى هي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إذن وضعت كاميرات مراقبة عليك. الآية الثانية نبأتك بالمصير الأسود الذي ينتظرك إذا اقتربت من هذه الفواحش. لم يقل لا تزنوا، لم يقل لا تفعلوا كذا، بل قال ولا تقربوا. يعني مجرد الاقتراب أنت لم تدخل في دائرة الحرام أو الفاحشة، لا 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 تقربوا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
في علم النفس أيها الأحبة، أقوى أساليب العلاج في علم النفس أو فن الإدارة والنجاح وفن الإبداع في الحياة أن تتخيل المصير الذي ينتظرك فيما لو سلكت هذا الطريق. لذلك المبدعون دائما لديهم هدف أنه سيحقق شيء معين، فتجده يسعى وراء هذا الهدف، ولديه مخاطر يتجنبها باستمرار. الله تعالى وضع أمام عينيك قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والنبي بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، وأحاديث كثيرة لهذا النبي الكريم تحذرنا من خطورة هذا السبيل أو هذا الطريق المظلم. لذلك والله أيها الأحبة إن تعاليم الإسلام رائعة جدا، هذه التعاليم التي ينبغي علينا أن نحرص عليها، أن نطبقها لنستمتع بهذه الحياة على الأقل، يعني على الأقل هذه الفترة التي كتبها الله لنا في هذه الدنيا أن نعيشها بنقاء، بطهارة، بهدوء، بإطمئنان، كما قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا حياة طيبة، ماذا عن الآخرة؟ نتابع الآية ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا هذه الحياة المطمئنة، وإن شاء الله نستكمل هذا الموضوع في الحلقة الثانية في اللقاء القادم. ولا تنسونا من صالح دعائكم أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبأي حديث